حتى وانا بنفسي وانا وحدي في البيت دائما عندي حركه آليه بخبي الباكت، يمكن هذه من بقايا تقاليد المدرسه، نخبي عن بعض الطلاب، ممنوع ان يكون ورقنا مكشوف لبعض. بس السؤال ايش بعدني حاملها لهلا؟ يعني السؤال في النظر، لذلك بدي اتعود، لانه يمكن كمان انه بعتبر الكتابه عمليه كثير سريه، بحبش اي حد يشوف مسوداتي ولا هذياناتي الاولى قبل ما تستقر على صيغه شبه نهائيه. لا أعرف الصحراء، لكني نبتت على جوانبها كلاما. قال الكلام كلامه ومضي. لم أحفظ سوى الإيقاع، أسمعه وأتبعه وأرفعه يماما في الطريق إلى السماء، سماء أغنية. كيف يمكن تصوير المنفى؟ يرسل محمود درويش نظره إلى فلسطين من على جبل نبو، من الضفة الشرقية للبحر الميت ولنهر الأردن. هنا وقف موسى يتأمل أرض الميعاد التي لم يكتب له دخولها. فلسطين على الضفة الأخرى من النهر، على هذا القدر من البعد، من القرب. الحوار الذي أجريه مع نفسي هنا هو حوار مع الغائب مني، وأرى الغياب في متناول يدي، أستطيع أن أمسك به، أستطيع أن أضمه، أستطيع أن أبعده، وكأنني هناك وشبحي يخاطب جوهري الموجود هناك. كان عمر درويش 6 سنوات في العام 48 حين أخرجت أسرته إلى طرقات المنفى كمثل مئات الألاف من الفلسطينيين. صدمة الطفولة المقطوعة، جرح جماعي واقتلاع فظيع من بطن الأرض ستفيض منه كتابته كلها. إلى أين تأخذني يا أبي؟ إلى جهة الريح يا ولدي. لماذا تركت الحصان وحيدا لكي يؤنس البيت يا ولدي؟ فالبيوت تموت إذا غاب سكانها. كان اسمها البروي، القرية التي ولد فيها درويش، ومحتها الجرافات الإسرائيلية من الخرائط في الخمسينات. لم يبق منها اليوم سوى الخراب وبعض الصبار. منذ ربع قرن يتنقل درويش بين الفنادق والمطارات، يغير مسكنه تبعا لأزمات المنطقة، ويبدل وثائق السفر بتبدل التحالفات الفلسطينية. خوف المنفي المرضي من الترحال ومن الانتظار المبني على نقاط الحدود، مفارقة اللاجئ المغرم بالسفر. في كافة أنحاء العالم العربي، حيث للشعر مكانة خاصة، يكن الناس له حبا كبيرا. ودرويش الذي لا يخفيهم ميله للعزلة يتحول رجلا آخر عند لقائه بهم.
كيف أكتب فوق السحاب وصية أهلي وأهلي يتركون الزمان كما يتركون معاطفهم في البيوت وأهلي كلما شيدوا قلعة هدموها لكي يرفعوا فوقها خيمة للحنين إلى أول النخل لا أعرف لماذا أنا مقروء إلى هذا الحد ولكن أجد أن هناك أجيالا من الفلسطينيين تتعرف على مكانها وعلى ذاكرتها من خلال تقمص مشاهد في النص الشعري نفسه أي أن القصيدة لا توزع صورا واستعارات بل توزع مناظر طبيعية توزع قرى وتوزع حقولا أي توزع مكانا تسمح للغائب عن الجغرافيا الحاضر في صورتها قادرا على الإقامة في النص الشعري كأنه مقيم في الأرض ولا أعتقد أن من حق الشاعر أن يطلب سعادة أكثر من سعادة أن يعتبر بعض الناس بيوته الشعرية بيوتا حقيقية وفي اللغة العربية تطابق جميل ونادر بين السطر الشعري وبين البيت نفسه أي أن السطر الشعري في اللغة العربية يسمى بيتا وكأن الإنسان يستطيع أن يسكن هذا البيت إنه الجليل مسقط رأسه الممنوع عليه حيث تتجول الكاميرا إذن من دونه لتعد الكلمات المكتوبة في القاهرة بيروت تونس باريس وغيرها إلى مشهدها الأول على هذه الأرض ما يستحق الحياة تردد إبريل رائحة الخبز في الفجر تعويذة امرأة للرجال كتابات أسخيليوس أول الحب عشب على حجر أمهات تقفن على خيط ناي وخوف الغزاة من الذكريات هنا كان بيت حسن عبد الله سعد ايوه ومنزل لهنا على دار محمود ايوه من هنا بتبدا دار محمود من هون اسمنيشي من هنا من هنا البير ايوه هاي هنا كانت المضافي هاي كانت المضافي تاعت سيدو هاي كانت المضافي وهي كانت اوضه هنا ينام فيها محمود هون وهون كانت سجل التوت هنا نكل عنها وهذا البير اللي كنا نشرب منه مي هياته دا شوفوا هذا البير هذا البير اللي كنا نشرب منه المي هذا البير كان يشرب منه محمود المي هياته البير هذا البير كان يشرب منه محمود مي هذا البير كان أبي يسحب الماء من بئره ويقول له لا تجف ويأخذني من يدي لأرى كيف أكبر كالفرفحينة أمشي على حافة البئر لي قمران
واحد في الأعالي وآخر في الماء يسبح لي قبران. وما كانت التوتة كنا نأكل توت ونقعد تحتيها ويجي الخوري الخوري يجي لهون يقعد هو حياة سيدنا محمود يلعب الضامة والشدة. كان المسيحية والإسلام يد واحدة كانوا إخوة، ويهود عنا مفراس كانوا إخوة هن كفار مشرك. أما بالآخر خدعونا خنونا كرتونا. هنا حاضر لا يلامسه الأمس، حين وصلنا إلى آخر الشجرات انتبهنا إلى أننا لم نعد قادرين على الانتباه، وحين التفتنا إلى الشاحنات رأينا الغياب، رأينا الغياب يكدس أشياءه المنتقى وينصب خيمته الأبدية من حولنا. Après une année d'exil au Liban, le père prend l'enfant sur ses épaules. Retour clandestin, à pied. Infiltration en Galilée, devenue territoire israélien. Leur maison n'existe plus. Alors ils vont ailleurs. Un village haut perché dans les montagnes. Deir el-Assad. C'est ici que Darwish vivra son adolescence. جمل الشعرية التي أصبحت شهيرة، جملتان تبدوان متناقضتين ولكن في رأيي هما متحاورتان. الجملة الأولى التي أصبحت ما يشبه شعارا: وطني ليس حقيبة وأنا لست مسافر. وبعد سنين حاورت هذه الحقيبة نفسها وقالت: وطني حقيبة. أنا لا أرى تناقض بين الحالتين. ومن المفيد عندما أدقق في الإحساس بالنفي في نفسي الشخصية أن أجد أن منفايا لم يبدأ خارج الوطن، بدأ إحساسي بالمنفى في الوطن نفسه. كتابة درويش جاءت متميزة منذ البدايات. في 18 ومنذ صدور ديوانه الأول التحق بكوكبة المواهب الشابة الذين كان الشيوعيون يشجعونهم. في 20 كان يرأس الملحق الثقافي لجريدة الاتحاد، يكتب المقالة السياسية والنقد المسرحي وبالطبع الشعر، الكثير من الشعر. إنها مرحلة التشرد الجميل، الشقة المفروشة والساعة الطويلة لإعادة صناعة العالم مع الرفاق. فالحزب هو الحركة الإسرائيلية الوحيدة التي تدافع عن حقوق فلسطيني الداخل وعن هويتهم الثقافية. وخلف النوافذ البحر، وحيفا أول مدينة في عالم درويش، وبعدها ستأتي مدن كثيرة أخرى. عكا السجن حيث ألقي به بتهمة ارتكاب شعر وطني لدرجة لم يحتملها مزاج الحاكم العسكري. بعد التحقيق راح يمشي على الأسوار وهو يردد غاضبا الجواب الذي أدلى به للمحقق الإسرائيلي: سجل أنا عربي، سجل أنا عربي، إنها أشهر قصائد مرحلة الشباب. الحاكم العسكري الذي عاقبني على كتابة الشعرية كان يهوديا، والمعلمة التي علمتني اللغة العبرية وفتحت موهبتي على حب الأدب كانت يهودية، مدرس اللغة الإنجليزية وكان قاسيا كان يهوديا، القاضية التي حكمتني لأول مرة كانت يهودية، عشيقتي الأولى كانت يهودية، جاري كان يهوديا، رفاقي في العمل السياسي كانوا يهودا،
إذن لم أنظر منذ البداية إلى اليهود كشيء واحد مدموغ بنظرة نمطية، وبالتالي إمكانية التعايش متوفرة لدي نفسيا وثقافيا، ولكن المشكلة الأساسية هي المشكلة السياسية. أول قصيدة حب كتبها درويش لحبيبته اليهودية صارت أغنية شعبية، ريتا. بعد 20 عاما وجه قصيدة لادعاء للإسرائيلي الذي سلب أرضه، لكنه ضمنها كلاما عن ابنته اليهودية الصغيرة التي بقي مرتبطا بها بمشاعر ملتبسة وبحنان مستحيل. דרוש בשלום ביתנו, אדוני הזר. ספלוני הקפה של המער שלנו מונחים עדיין כפי שהיו. היעלה בהפך ריח אצבעותינו של הספלונים, התאמר לביתך בעלת עצמה, אבת הגבות, כי יש לה חבר בנחר שמתאבה לבקרה, ולא מפני שום דבר, אלא פשוט כדי לחדור למראה שלה ולגלות את סודו שלו. כיצד היא, אחרי שהלך, המשיכה כאן את חייו במקומו? דרוש בשלומה אם ירשה הזמן. בינינו نارا عليها بندقية بين ريتا وعيوني بندقية والذي يعرفني ينحني ويصلي لإله في العيون العسلية في 25 اجتاز شعره الحدود من بيروت إلى بغداد ومن القاهرة إلى الجزائر ينصتون إلى صوته، صوت فلسطيني الداخل. في 71 حصل له الحزب على منحة دراسية في موسكو، إنها مرحلة الانفتاح على العالم ولقاءات الشبيبة الشيوعية، والأهم أصبح العالم العربي في مرمى بطاقة طائرة. يعرف أنه لو ذهب إلى مصر لا فتحت له ذراعيها، اتخذ قراره سرا البقاء في المنفى حتى لو كان الثمن استحالة العودة إلى البلاد.